ما فيش الدور باش نعطي الكلمه لسلمى جراف اللي هي اخصائيه في القانون طالبه بكليه العلوم الانسانيه والقانونيه والاجتماعيه في بلجيكا باش تحكي لنا على تجربه بي سيتويان. باش نعطيك 10 دقائق على اقصى تقدير. سامحني نشكرك كل شيء مع على الاقل عندي 15 دقيقه. باهي نجم نتصور اوبن نيغوسي تاخذ 5 دقائق بتاع النهضه الغائب. تفضل فما شكون زميل غائب. أما أنا أكد على حاجة 15 مليون ماكسيموم. أما إحنا قدم اللي باش يمكن ينفعنا ولا بشكل خاص. لا لا قبل ما ناخذ الوقت أنك أنت تستخلص الدروس، معناتها نحن ربما كل واحد تبع التجربة بشكل مغاير، أما يهمنا النظرة النقدية اللي ممكن تنفعنا نحن خاصة في الحوار وحتى في التجربة نتاعنا اليوم باش تستخلصوا من التجربة هذه. فقط باش نعطي النقطة، فما جمعية احترمها برشا بحبها برشا نسائية، خدمت برشا على المواطنة النسائية، قنعت الناس باش يمشيو ينتخبوا النساء، هزت لهم قلت لهم الكيرا، هزت لهم الكيرا أخي باش ينتخبوا النهضة. كي عبيو التعبية اللي هي جمعية ديمقراطية تقدمية، يعني خدمت بشكل يعني ميداني عن قرب. اللي هي معناتها في كل المسار نتاعها ما عمرها ما قالت للناخبات انتخب فلان او حزب فلان. فالحفلات اللي اختراوها باش يهزوا فيها النساء لبعاد واللي هم معناتها يصوتوا تبين فيما بعد ان هما كانوا السبونسور نتاع النهضه في الجهه نتاعهم اما ما غير وعي. هيا دفع الكارت. نشكركم قبل كل شيء على السلامة الناس الكل اللي قعدت لحد كشي لتوا، وخانا ياسر في البروجرام دونك مانيش باش نطول، سورتو كو العباد الكل برشا حاجات قالت وقالوها الأصدقاء. سنقدم روحي سلمى جلال، عمري 24 سنة، عضوة في مشروع حفلة المواطنة. حفلة المواطنة هو مهوج جمعية، هو مشروع تبنيه 5 جمعيات، جمعية صوتي، جمعية توانسة، جمعية أكت خم مقرر، نساء وكرامة، وبالتالي دونك الجمعيات هذوما 5 جمعيات عندهم قسم مشترك اللي هما يخدموا على المواطنة. خداو المشروع هذايا بدا من 2011، عمل حملة كبيرة في الجهات الكل في تونس كاملة ضد معناها الابستونسيون، باش يحاول يقنع العباد باش يمشيو يصوتوا. دونك هذايا حملة تواصلت 4 شهور وكنت انا كنت متطوعة فيها. هذايا كانت أول لقاء مع أول معناها اكسبيريونس مع حفلة المواطنة. في ال4 شهور هذوما مشينا قابلنا المواطنين، وهنا باش نحكي على الشباب خاصة. قابلنا الشباب لقينا الحاجات اللي حكيتوا عليهم هذوما الكل، المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، إحباط كبير يخليهم ديما أكثر عباد اللي نلقاو مشكلة باش نقنعوهم أنهم هما يمشيو ينتخبوا. تحس اللي بالرغم اللي الثورة عملت برشا عطاتهم برشا أمل وكل، لكن ما كانوش يراو في معناها حياتهم باش تبدل، كانوا يقولوا لنا شنو باش يبدل في حياتي اني انا باش ننتخب. كملنا الحمله هذيك، وصلنا عندنا نشاطات اخرين على اليقظه الدستوريه، عندنا شباب كونناهم، معناها ديما نحن نفس العمليه، نكونوا شباب في معناها مثلا على الدستور، على شنو صاير في المجلس وكل، وهم يهبطوا المواطنين بطريقه مبسطه، يحكيوا معاهم، يحاولوا معناها يعملوا معاهم حوارات على المواضيع هذه الكل. مانيش باش نحكي على نشاط الجمعية، باش نحكي كيما قلت انت على الدروس المستخلصة. يمكن الاكسبيريونس هذيا ساعة أول حاجة نحنا تعاملنا مع المتطوعين، تعاملنا مع أكثر من 150 متطوع اللي هو من تونس كاملة، شباب جاو مقتنعين اللي حابوا يعملوا حاجة معناها لتونس، جاو باش يحاولوا يحكيوا مع المواطنين ويشجعوهم على الانتخاب ويحكيوا على المجلس وعلى الحاجات هذيك الكل. اللي تعلمناه اللي توا في الجمعيات التونسية الكل عنا فكرة التطوع ماهيش مع الشباب وغيرهم، ماهيش فكرة معناها ماهوش التطوع كيما قاعد يصير في العالم. عنا أي جمعية عندها مشروع تقول هاي حاجتي ب50 شاب، جيبولي 50 شاب تهبطهم سواء أعمال خيرية وإلا سنسيبيليزاسيون تكونهم، لكن ديما ما فماش شنو حاجته الشاب هذايا، علاش جاك للجمعية؟ أنت قبل ما عندكش سياسة تتعامل بها مع الشباب، قبل ما تمشي أصلا تجذبهم باش يخدموا معاك، اسكو انت عرفت شنو هما لي بوزوان نتاعهم ولا باش المشاريع اللي حطيتهم فيها معناها معناها تلبي رغبه عندهم هما والا لا؟ هذا الكل ما عندناش معناها بطريقه عشوائيه.
كما قال يوسف البكري الأحزاب تتعامل مع العباد مع كأرقام شباب حاجتهم بيهم في تاش الجمعيات هذا هو اللي لازم يتبدل. ثاني حاجة مشكلة النشاطات بكري نحكيه حتى قبل الندوة أنا يظهر لي أكبر مشكل يعترض الشباب والمشاركة نتاعو هي المشاكل الاقتصادية والاجتماعية تحسها عاملة معناها انتكاب كبير للجوء أنك أنت تجي معناها أحياء كبيرة تقع 300 ألف 400 ألف مواطن منهم 100 ألف شاب ما عندهم حتى أكسي للفورماسيون تطلب هو ما عندوش حتى وسيلة نقل تخرجوا من الحومة اللي هو عايش فيها دونك أنت تجي تقول له باهي شارك كيفاش باش يشارك هو ما عندوش حتى معناها فلوس باش يخرج من حومته فما بالك باش انه هو يشارك هذيك علاش نحنا انا نتصور اللي لازم المشاريع هذيا على الاقل اللي نلقاو معناها حلول المشاكل هذيا لازم تمشي لهم على عين المكان معناها دور الشباب لازمها الجمعيات تدخل فيها تعمل نشاطات تحاول على الاقل انها تمشي المناطق هذيا باش تخرج الشباب من العزلة خاطر بالحق في بلايص هذيك كيما ديغيتو ديكسبلوجيون واللي الشباب ما عادش عنده فيه حتى مكان اخر. حاجه اخرى شنو المساج الخطاب اللي نتخاطبوا به مع الشباب اليوم الشباب يشوف اللي خطاب السيسي ياسر عنف فيه برشا تفرقه ماهمش فاهمين برشا فكره اللي تحكي عليها يوسف نتاع لازمنا نكونوا مختلفين بالنسبه ليهم السياسيين قسموا الشعب وفكرة هذه معناها باش تدفعنا للتناحر ولازمتنا الحرب اهليه دونك اليوم نحن كجمعيات لازم خطابنا باقي يحاول يرجع ثقه الشباب في المسار الانتقالي يقول لهم راهي حاجه عاديه واللي اللي نعيشوا فيه راه لازم ياخذ وقت واللي الاختلاف حاجه عاديه واللي لازمنا نقبلوا بها بالعكس هي كيفاش نحاول نكونوا معناها نبنيوا على الفكره هذه نكونوا كونستركتيف وما نكونوش نزيدوا نحطوا من المشاعر نتاعها. حاجه اخرى كما ما نعرفش كلكم تصور ناشطين في المجتمع المدني حسب ما لاحظت وديما نفس العبيد هي الموجوده مع كل معناها نحن اصدقاء وكلنا نفهموا وكلنا نعرف بعضنا لكن نفس العبيد على مستوى زاده في الجهات نفس العبيد اللي تجي تشارك في الفورماسيون هما نفسهم ما فماش ما تحسش اللي فما كما توزيع عادل للثروات لكن تحس دونك فما مشكله في المعلومه اللي ماهيش قاعده تعدى ولا نفس الاشخاص قاعدين يحتكروا في نفس الاعمال قاعدين هما يتفرموا على رواحهم مش قاعدين يعديوا المعلومة هذا زادة مشكل في العقلية لازمنا نحن كجمعيات نخدموا عليه. حاجة أخرى نتصور اللي باش تشجع الشباب إنه ينخرط زادة في العمل السياسي لازم يفهم الحاجة هذه دونك نرجع لقلتو أنت لي فورماسيون التكوين لازم يكون تكوين زادة مش معناها أبار الكوميونيكاسيون لازم يكون زادة على مفاهيم خاطر اليوم نحسوا اللي فما برشا مفاهيم خاطئة شباب تستعمل في فيسبوك تتذكر الحملات مثلا التشويهية نعطي ان سول اكزومبل اللي جاو بعد الثورة برشا منظمين وبرشا شخصيات في تونس اللي توا كي نهبطوا سوغ تيران نلقاو نفس الفكرة عند العباد اكزومبل تجي تقول له فلان فلاني يقول لك فلان فلاني انتم تابعين مثلا حزب فلان فلاني الحزب هذايا ما نعرفش انا يعبدوا في الشيطان يا سيد منين جبت هالفكرة هذي ليه سمعتها وانا متأكدوا قالوا هذي ومقتنع بها وكل لذلك لازم الشباب يخدم برشا على فكرة انه يفسر المفاهيم هذية ويحاول على الاقل وصول المعلومة معناها اللي كانوا دا فورماسيون يكونوا فيابل وما يكونوش معناها موجهين يظهرلي نخلي عندي شوية معناها ماذا بيا نحاول نحن في بعض المسائل نحط شوية اسئلة كيكا نخلي وقت الحوار حسب رايكم دور المجتمع المدني كيفاش باش يشجع الشباب انهم معناها يخرطوا لكن شنو هما الوسائل الجديده عندكمش افكار جديده خاطر معناها الوسائل القديمه اثبتت اللي هي ديباسي انك تجي تعمل درس وحتى كان انت شاب تمشي لشباب ما نعرفش انا في بلاصه معينه تبدا تحكي لهم تقول لهم لازمكم تكونوا مواطنين وحقوق انسان هكا بالكلام بارك لي عندكمش انتم تقترحوا وسائل جديده عندكمش افكار جديده زاده فيما يخص الخطاب خاصة السياسة النفور والسياسة هذه كيفاش ترجع الشباب انهم ينخرطوا انهم يقتنعوا بالمسار الديمقراطي ويرجعوا ينخرطوا فيه